نعم، بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي هو يعني من الطبيعي جدا أنه سيدعم مسار السلام إلى آخر رمق، حفاظا على الجمهورية اليمنية وعلى شعبها وعلى يعني على الشعب اليمني في المقام الأول، وعلى ثروات ومدخرات الشعب اليمني. ولكن أيضا كما قلت لك أن المتغيرات أيضا لها دور كبير. مثلا على سبيل المثال، عندما يصل يعني عندما نصل إلى طريق مسدود مع هذه الميليشيات، فمن الطبيعي أن الأمور ستتغير. يعني الجميع يريد من الحوثي الانخراط في شراكه وطنيه حقيقيه وطريق للسلام في الجمهوريه اليمنيه، لكن هل الحوثي سيلتزم وهذه الميليشيات ستلتزم؟ حتى هذه اللحظه لا نرى التزام، نرى تصعيد، نرى عدائيه كبيره جدا ضد القوى السياسيه اليمنيه وضد الشعب اليمني وضد حتى الجمهوريه اليمنيه وضد الممرات الدوليه وضد دول الجوار وضد العالم باسره. اذا هذه الميليشيات لا أرى حتى هذه اللحظة أنها منصاعة أو حتى لديها مؤشرات للانصياع إلى السلام. فمن الطبيعي جدا أن الدول التي يعني تطالب بالسلام حتى اللحظة الأخيرة هي ستطالب وتريد السلام وتريد شراكة وطنية وتريد يعني تجنيب البلد أو تجنيب الشعب يعني الموت والدمار. ولكن إذا حصل أن الطريق وصل إلى طريق مسدود، فمن الطبيعي بأن يعني سيكون أو سيتم اللجوء إلى طرق أخرى تراها مثلا الشرعية اليمنية في الجمهورية اليمنية أو كما يراها مثلا المجتمع الدولي. ورأينا أيضا أن ترامب يعني كان منتقدا لسياسة بايدن في اتجاه الحوثيين، منتقد انتقاد كبير جدا. فنحن يعني سنرى هل ترامب يعني في فترته الأولى مثلا 6 شهور الأولى من توليه أو الرئاسة، هل سيدرج الميليشيات أو يعيدها إلى منظمة إرهابية أجنبية بدلا من منظمة إرهابية دولية؟ نحن نعلم أن هناك فرق بين منظمة إرهابية دولية وبين منظمة إرهابية أجنبية. منظمة إرهابية أجنبية ستكون منظمة يحظر التعامل معها في جميع دول العالم، سيكون العقوبات كبيرة جدا عليها وعلى المتعاملين معها. إذن سيكون هناك تضييق كبير على الميليشيات الحوثية إن لم يكن هناك أمور أكبر وأكبر لا نعلمها. ولكن أنا أتكلم في المعطيات التي قد تحصل أو المعطيات التي لدينا أو ما نفهمها. إذن الذي يحصل الآن، أنا أعتقد أن الميليشيات الحوثية ليس لديها أي مؤشر للسلام. الميليشيات تصعد أكثر وأكثر، وما زالت الدول الجوار ومجلس التعاون الخليجي وأيضا ما زال مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الميليشيات الحوثية الانصياع واللجوء إلى شراكة وطنية وإلى السلام وإلى طريق السلام في اليمن. ولكن حتى هذه اللحظة لا نرى إلا تصعيد، لا نرى إلا عدائية، لا نرى إلا تناقضات. فمثلا على سبيل المثال يعني نرى عدائية كبيرة وتصريحات عدائية ضد دول الجوار، نرى تصعيد أكثر وأكثر في المرات الدولية وضرب للسفن التجارية وضرب للتجارة العالمية بشكل عام، ونرى أيضا يعني تعاقدات مع منظمات إرهابية أخرى. ما زال الحوثي يشكل خطرا كبيرا وخطرا يتسع يوما بعد يوم. اليوم الخطر الحوثي تجاوز الحدود، وأعتقد أن هذا التجاوز سيغير من نظرة العالم إلى الميليشيات الحوثية، وقد تتجه أو تنتهج طريقا آخر غير يعني التهاون أو التهاود مع هذه الميليشيات.